وبالتأكيد بما إن المرأة عمود أساسي في المجتمع وفي هذا المشروع القومي، فهي تحتاج للنصيحة والمشورة، والرجل أيضا يحتاج للنصيحة والمشورة، الشباب المقبل على الزواج يحتاج للنصيحة والمشورة. وهنا أتوجه لي دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ما هي النصيحة والمشورة لكل فرد من أفراد الأسرة المصرية لتحقيق الهدف الأسمى بتحسين جودة الحياة؟ وأيضا بالتأكيد هناك دور لدار الإفتاء المصرية تحت مطلة هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور، أولا نثمن ونقدر هذا المشروع القويم القوي الذي سيأخذ بأيدي المصريين جميعا، لأننا نعتبر بأن المجتمع هو عبارة عن فرد مكرر، وهذا المشروع يأتي في سياق تحقيق الحماية الشرعية الحقيقية للإنسان، وهذه الحماية هي من جملة المقاصد الشرعية الخمسة. الشريعة جاءت للحفاظ على النفس الإنسانية، وتحمي الأديان، وتحمي العقل، وتحمي الأموال، وتحمي النسل. بلا شك أن الإنسان هو المحور الأساسي، فكلما استثمرنا في الإنسان حققنا المقصود الشرعي الأساسي. ولذلك هذا المشروع بنعتبره بأنه من المشاريع العملاقة التي تنضم إلى المشروعات الأخرى التي بدأتها الدولة المصرية. ثانيا، واسمح لي سيدي الرئيس أن أختصر كلامي في نقاط. الشريعة الإسلامية هي الشريعة بنصوصها تعطي الحلول بلا شك وبلا ريب لكل المشكلات، لكنها تحتاج العقل مدرك لهذا النص الشريف، ثم عقل أيضا في الوقت نفسه مدرك لواقع الناس وتطور هذا الواقع وتشابك هذا الواقع وتعقد هذا الواقع في أن واحد. بلا شك أنني أشير هنا إلى قضية في غاية الأهمية، وهي قضية الوعي. قضية الوعي فيما يتعلق بقضية الأسرة بصفة عامة وبتفصيلاتها، لاحظناها في الحقيقة أن هناك خللا حقيقيا عند بعض الأسر في تفاصيل الأسرة، وهذا لاحظناه من خلال الفتاوى التي تأتينا في دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بالزواج، وفيما يتعلق حتى بالفرق التي تنهي هذا الزواج. ولذلك نحن اشتغلنا على جملة من المحاور، فأنشأنا أولا دورات للمقبلين على الزواج، وهي لا تأخذ الجانب الشرعي فقط، بل تأخذ الجانب العلمي من علماء النفس وعلماء الاجتماع، فضلاً عن علماء الشريعة الإسلامية. مؤخراً من سنتين تقريباً أنشأنا وحدة الأرشاد الزواجي، ويتعنى هذه الوحدة بمعالجة المشكلات التي يمكن أن يترتب عليها طلاق، فنحن نعالج ونقي الأسرة من الانهيار في هذه الحالة. ثم أننا أيضاً أنشأنا وحدة الرسوم المتحركة الموشن جرافيك، ونبث من خلالها ما يمكن أن ينفع الأسرة المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة. أخيراً سيادة الرئيس، أحب أن أقول بأن السياسات التكاملية والعمل الجماعي والتكامل بين المؤسسات هو الأساس في النجاح في هذه المرحلة. ثم أنني لاحظت في الفيلم الذي عرض منذ قليل بأن هناك تبريرات عديدة جداً معلقة، هذه التبريرات أو متعلقة بمراد الله عز وجل، ونحن في هذا الكون جميعا نحن في مراد الله عز وجل بكل تفاصيل الحياة وبكل خطوة نخطوها، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتخاذ الأسباب واتخاذ كما تفضلت فخمتك منذ قليل اعقلها وتوكل، هذه الخطة الاستراتيجية التي ننطلق من خلالها. الأسباب هنا هي الأساس في التحرك في هذا الكون. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أشار لنا وقال عندما لا يستطيع الزوج أن يعدل بين الأربع زوجات التي نص عليها فإنه يكتفي بواحدة، وعلل القرآن الكريم بقوله ذلك أدنى ألا تعولوا. وعندما نأتي إلى التفسير لهذه الآية نجد بأن الكثير من الأئمة يقول ذلك أدنى أو أقرب ألا تكثر العيال فتفتقر الأسرة، لأنه بلا شك أن عند كثرة العيال على هذا النحو فإن المدخول لا يكون على قدر هذا الكم الكبير من النتاج في الأولاد. ولذلك لابد من التوازن ما بين المقدرات والموارد الموجودة وما بين النسل في حد ذاتها والزيادة السكانية. هل يمكن أن نتخذ من الإجراءات
وتدعمه الشريعة؟ نعم، كل ما طرح في هذه الجلسة المباركة وكل ما نتخذه من سياسات معينة تفيد الإنسان هي داخلة في نطاق السياسة الشرعية الصحيحة التي تحافظ على المقاصد العليا الخمسة. شكرا لكم سيادة الرئيس، شكرا للسادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله.